بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وفي إطار الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء، نظمت الوزارة احتفالات بحضور أسر شهداء الشرطة، يأتي ذلك تقديرا لما قدمه أبناؤهم من تضحيات لاستقرار الوطن واستمرارا للدعم والرعاية التي تقدمها الوزارة لهم. إلى أرواح الشهداء تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض. ابني مصري يبقى مش مفروض أخاف، أنت أغلى عندي مني ده اعتراف. أنعم الله على هذا الوطن بالاستقرار بفضل التضحيات التي قدمها أبناؤه من شهداء ومصابين، حيث تحرص القيادة السياسية على دعم أسر الشهداء والتذكير الدائم بهذه التضحيات في كافة المناسبات. ابني مصري يبقى مش مفروض أخاف، أنت أغلى عندي مني ده اعتراف. وزارة الداخلية كانت سباقة نحو تقديم المساندة لأسر شهداء الشرطة تقديراً لتضحيات أبنائهم مع الاحتفاء بهم ومعهم بكل المناسبات. الرحلة جميلة والولاد اتبسطوا بيها جدا، وهم مش حاسين ان باباهم متوفى، لان الضباط في وزارة الداخلية دايما بيفرحوهم. كانت رحلة حلوة قوي، فكروا فينا دايما وبيعملوا رحلات حلوة. شكرا يا ريس ان انت فاكرنا وبحبك جدا. تحيا مصر. تتسابق قطاعات وزارة الداخلية فيما بينها نحو دعوة أسر الشهداء والاحتفاء بهم، فهنا تم تنظيم زيارة لهم لعدد من الأماكن السياحية والأثرية أدخلت الفرح على نفوسهم، وجاءت تأكيداً على التكريم المتواصل الذي تحظى به هذه الأسر، وهو ما عبروا عنه في كلماتهم. كان يوم جميل، وبشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأسر الشهداء، واحنا اتبسطنا النهارده احنا والاولاد. كل مناسبه وزاره الداخليه بتحتفل معانا وبيعملوا لنا حفلات، ونحب نقول لهم كل سنه وهم طيبين وتحيا مصر وتعيش في امن وامان. على طول بيرن علينا وبيطمنوا علينا، بيودينا حاجات كده جميله، وبيعرفونا على حاجات احنا ما نعرفهاش، وبيحسسنا ان هم بابا موجود اصلا. ثمن أسر الشهداء غالياً اهتمام وزارة الداخلية بهم، وهو ما يتجلى في تلبية متطلباتهم والحرص على حضورهم الدائم في كافة المناسبات الوطنية والتكريم المستمر لأسماء الشهداء في كل مناسبة والتذكير الدائم بتضحياتهم. شكراً أنتوا عمركم ما نسيتونا، وإن إحنا في أي لحظة بتشاركوها معنا ودايماً مودينا الحتت اللي إحنا نفسنا فيه. وإحنا بنشكر وزارة الداخلية جداً إنها دايماً فاكرانا. أحب أشكر وزارة الداخلية على إن هم وفسحونا فسحة جميلة دي النهاردة، وألف شكر لكم إن أنتوا على طول فاكريننا ومش ناسيننا، وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه دايماً بأسر الشهداء. الحفاوة بهذه الأسر تتواصل من خلال تنظيم احتفالات ترفيهية لهم في أندية الشرطة، حيث التفاعل بينهم وبين الضباط، والتي تؤكد على قيم ومعاني العطاء والوفاء من أجل الوطن الذي يسجل بأحرف من نور في سجله الخالد كل اسم شهيد أو مصاب روت دماؤه أمن الوطن واستقراره. صراحة اتبسطت جدا وبشكر سيادة الرئيس على الحفلة دي، اتبسطت جدا وكان التنظيم هايل وجميل قوي. النهارده اتبسطنا ورسمنا، واليوم النهارده كان حلو قوي، فلعبنا حاجات كتيره. واحنا نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاحتفال اللي هو عملها لنا للشهداء. على وجه كل أسرة شهيد وفي كلماته تأكيد على العزة والفخر الذي يشعرون به في كل مكان يتوجهون إليه وفي كل مناسبة يدعون لها، فهم من قدم أبناؤهم التضحيات، وهم من صبروا وتحملوا، لكن الوطن لم ينسى ولن ينسى من ضحى ليحيا في عزة وكرامة.